يمكن كلنا عارفين الأغنية دي بصوت محمد فؤاد، بس معظمنا ما يعرفش مغنيها الأول مسعد رضوان اللي اشتهر في نهاية السبعينات بمطرب جامعات مصر الأول. كان واحد من نجوم الكاسيت في الثمانينات، وصل صوته للشارع بس فضلت صورته مجهولة. يلا بينا يلا يلا يا حبيب يلا 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 نفرح وين ولي وين ما شاء الله. عيونك حلوة حلوة وردي 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 عندي في الدنيا دايما مسعد رضوان مطرب الجامعات الاول. وخلصت جامعه وخلصت الدنيا برضه هي لا ابدا ما بتتخرجش. نعم خالص. نعم. هو انا كنت في كليه الحقوق جامعه الزقازيق وكنت بغني، فاكتشفوا ان انا صوتي حلو زمايلي واصروا ان انا اخش منتخب الجامعه، وفي مسابقات الجامعات اللي بتبقى في المسارح الكبيره زي محمد فريد ومسرح الجمهوريه وفي جامعه القاهره وكده كنت بروح وكنت باخد المركز الاول، لان كان من ضمن الحاجات الكويسه اللي بتديني المركز ده ان انا كنت بكتب ولحن الاغاني اللي بغنيها. مره كنت قاعد في مكان فلقيت واحد بيتكلم مع واحده خرصه جايب ورقه وقلم وكاتب تعمل ايه الخرصه لو حبت فيه، هتتكلم ازاي، هتتكلم وتقول حبيبي ليها قلب والف قلب وليها حق يا ناس تحب تعمل ايه، تهتها من بقها كانت كمان كانت نغمة بتهتها كلمتها وعرفت ليه هي في ألم، بتحب جار لينا ضحك عليها طير النوم من عينيها، والله دي جارتنا ساكنة جنب بيتنا في يوم الحب ناداها لوعها وراح في يوم تعمل ايه الخرصة لو حبت فيه. الله، انت منين اصلا جات لك غاية الفن دي اصلا؟ من وانا صغير، من وانا عندي مثلا 10-12 سنة كانوا بيوقفوني على كنبة كده واقف اغني كده من غير مزيكا ولا حاجة. انت اتخرجت سنة 79 تقريبا. مظبوط كده. حقوق الزقازيق. نعم. وبعدين بدأت تطرح ألبوماتك. نعم. وكان اول ألبوم ليك ناني. نعم. تأليف وتلحين وغناء. نعم. وكانت بداية قوية جدا، احكي لي عن الألبوم ده خاصة ناس كتير غنوه. الأغاني دي كانت عندي. من أيام الجامعة، أنت غاوي أنا هعملها وعندي. تمام. وكنت أعملها في ورق وكاتبها بخط جميل كده كل كلمات الأغاني دي. وأنا حافظها مزيكا وكده. وبقيت أروح للعازفين الأورج والعود وكده، الناس معرفتي أوضب معاهم الأغنية. وابتديت اعمل الاغنيه قبل الحاج احمد فخري الغربيه للصوتيات. بالصدفه في فرح وسمعني قال لي طب تعالى وعملنا ايه؟ شريط ناني. ودخل كل بيت فوق. كانت اول سفريه لي للاردن. لقيت واحد حاطط صوره واحد وشريط شغال مسرحيه رضوان ومش صورتي. قلت له ايه ده؟ ده مش انا. قال ده موسعى يا عمي مش انا، انت حاطط صوره واحد تاني مش ممكن وبتاع. وروحنا الاسم وصلت انا خدته بقى ما سبتوش. وفعلا وديته صوري تاني يوم اصطلحنا وكده وخدت صوري تاني يوم اديتها له وبدات الدنيا تتخرج في الدول العربيه وكده. مره واحد في فندق المطار ما يعرفش شكلي متعاهد متفق معايا على 300 جنيه اروح له ب 300 جنيه. لقيته بيقول للراجل انا وصلني لصاحب الفرح وما اعرفش شكلي وصاحب الفرح ما يعرفش شكلي. لقيته بيقول لصاحب الفرح انا وصلني 15,000 بس. بيقول له مسعد فين؟ قال له زمانه نزل من الطياره. انت ما عملتش فلوس من الفرح؟ لا. غنيت 70% من اللي غنيته في حياتي ببلاش. ما يعني ده يعني و 30% على قد مصاريف انا وعيالي. وعندك انشطه يعني بتحاول يعني انشطه انا بشتغل شغلانات تانية. عملت اغاني هي اغاني
عايشه لحد دلوقتي. لكن في النهايه هي يعني هي بقت لازقه في اسامي ناس تانية. بتشوف المساله دي ازاي؟ بتضايقك احيانا؟ ما لا لا لا، انا كنت بفرح ان حد بيغني لي، مش شرط انا اتعب، بس كنت بفرح قوي ان كلامك ولحنك الناس ما حد. او سبحان الله انا ما كنت مصدق. اخر البوم كاسيت نزلته امتى؟ كان كل ليله وكل يوم. الكاسيت خلص؟ نعم. انت ارتبطت شهرتك بوجود الكاسيت بالاول؟ في الاول. بعد كده حصل حاجه تانية. ايه بقى؟ ان انا سافرت حوالي كذا بلد حفلات بعيد عن الكاسيت خالص، ودي بقى راح اتعامل معاها تطوير هنا جوه مصر. انني رحت كل محافظات مصر، لدرجه ان كان مثلا بيجيني 50 اوردر في اسكندريه، يبقى لازم اعيش في اسكندريه. وكنت بتعيش في اسكندريه؟ فبقعد في اسكندريه. يجيني مثلا اوردرات في طنطا، اعيش في طنطا. مشغول يعني بقضايا سياسيه؟ مشغول بالهموم عربيه. انا غنيت طوبة ولا طياره. ليه رايح للقضايا دي؟ يعني ايه اللي بيجي في ليه شاغل بالك بيها؟ ما انت ما تشتغل، ما تعمل اغاني مثلا للافراح. انا مره كنت بقول ايه، طوبة ولا طياره من الارهاب كده، واخد بالك؟ وكنت بغنيها في فرح. في فرح؟ فلقيت النسوان بتزغرط في البلكونه. قيس بقى. بتشوف مسيرتك ازاي دلوقتي لما تبص كده ورا؟ احنا بنتكلم مثلا عن 40 سنه. انا سعيد يا استاذ احمد. انا سعيد باللي حصل واللي عملته. اللي حصل واللي عملته ده مش انا مش مصدق لحد دلوقتي. مهرجان الحياه دي، مهرجان 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 الحياه دي، مهرجان مهرجان ومهرجان العيش في ينادي، صوته طيار من فوق العالي، مين اللي هيراضي؟